نعم، فالمغاربات يبالك بأن الجميع محتفل بهذه جوج مناسبات. أولا ذكرى ثورة الملك والشعب اللي عندها واحد العلاقة وطيدة بالملوك ديال المملكة المغربية العلويين، محمد الخامس رحمة الله عليه، الحسن الثاني، والآن صاحب الجلالة اللي تنطلبوا الصحة والعافية. فغدا عيد الشباب، فنتمنى له كما قلت طول العمر وبالصحة والعافية. فدائما ما يفرحنا صاحب الجلالة. فبالأمس سمعنا إعفاءات، المناسبة السابقة سمعنا إعفاءات على بعض المعتقلين، وكانوا منهم بعض المدونين وبعض الصحفي رجال الإعلام، وهذا إلا تشجيع للحرية العامة وللقوانين بهذا البلد هذا. فالمغاربة لاحظتي جميع المناطق، جميع الجماعات، جميع الاقاليم، فكاينين احتفالات، لا انشطه دينيه، لا انشطه رياضيه، لا انشطه ثقافيه واجتماعيه. فكل منطقه محتفله بهاد المناسبتين اللي جاوا مصادفين اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء. فهنيئا للمملكه المغربيه وهنيئا لصاحب الجلاله بهاد العيدين. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.